اليوم انا وجاي على المختبر جمعت كل الكرياتين اللي لقيتها معي على الطريق. خليكم معي تشوفوا شو في اعمل فيهم. من بعد ما جمعت كل الكرياتين محضر لكم اليوم اختبار كتير حلو تنعمله فيهم وكتير مفيد. لاختبارنا اليوم عايزين مجموعة كرياتين، عايزين ورق تنزين فيه، مقص، ورق أبيض، وعايزين فرد شمع. أول شي بنعمله ناخد الكرتونة تبعنا ومنلزق الأطراف تبعها بهذا الشكل. وما تنسوا أصحابي اطلبوا من أهل أو حدا كبير يساعدكم بهالاختبار وبكل الاختبارات اللي بنعملها بمختبر عزوز. من بعد ما لزقنا الأطراف ناخد هيدا الورق ومنبلش نزينه من برا ومن جوا. من بعد ما نكون لزقناهم برا بهذا الشكل ناخد ورق الابيض تبعنا ونكفي نلزقها من جوا. من بعد ما لزقنا الكرتونتين الباقيين بهيدي الطريقة بنحطهم فوق بعض بهذا الشكل، وهيك فينا نحطهم بأوضتنا ونبلش نرتب أغراضنا بقلبهم. وهيك يا أصحابي لقينا طريقة كتير حلوة وذكية تنرتب أوضتنا من الكرياتين اللي كنا أصلاً رح نكبهم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الاختبار لليوم. بلاقيكم بحلقة جديدة واختبار جديد من ريوز مع عزوز. باي.